السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. درس جديد راح اتكلم اليوم عن برنامج الماي يونيتي خاص بتخصيص واجهة يونيتي. البرنامج عشان تركبه على 10.11.10 فيه المخزن هذا لازم تضيفه، طبعا راح اترك لكم المخزن. طريقة الاضافة نسخ والصق بالطرفية، الطرفية اللي هي هذه، امسخ والصق وضغط انتر وبس، دخل رقم السري وخلصنا. راح اترك لكم اياه بالوصف. مميزات البرنامج: يتحكم بالواجهة اليونيتي كاملة، يتحكم باللونشر اللي هو هذا، فممكن خلنا نشوف بعض الخصائص. اول شيء الشفافيه، فممكن تتحكم شفافيه الشريط، لاحظ هنا صار شفاف بزياده او بدون شفافيه براحتك. في ميزه الديفولت سيتنجز، لو خربطت شيء ممكن تضغط على الديفولت سيتنجز ويرجع طبيعي. فيها حجم الايقونات، ممكن تكبر الايقونات ممكن تصغر. طبعا الخصائص هذه عارف ان انا موجوده باليونيتي بدون الخربطه هذه، موجوده بعض بالكومبيز وبال 12.4 تكون موجوده، لكن في بعض الميزه هذه انه جامع كل الاشياء مره واحده. طيب خلونا نشوف اضاءه الايقونات من هنا، فممكن تغير اضاءه الايقونات. لاحظوا انه كان قبل شوي في اضاءه كامله، ممكن هنا بس الايقونات المفعله او الايقونات تشتغل ممكن بدون، وفي ايضا بس تفعيل الاطار. بالنسبه لي انا استخدم اكتف اونلي. هنا الاختفاء، فلو قربت لما هذا شوف لاحظ شلون يختفي فيد، يعني لاحظ انه يختفي بس. في ممكن تخليه فيد اونلي اذا قربت بس يختفي بدون ما انه ينزلق، قبل شوي كان ينزلق وقبل بدأ بدون. فيه سلايد اونلي اللي هو انزلاق، ممكن تتركه بالشكل هذا اذا حاب طبعا. طيب افويد ويندو، طبعا هذا اللي هو الشريط، طريقه اخفاء الشريط. افويد ويندو اذا قربت النافذه تختفي. في سمارت هو الافضل، بحيث انك لو كان في نافذه مفتوحه، طبعا النافذة مكبرة هذه راح الشريط، لو كان في نافذة فوق النافذة هذه ما مكبرة فراح يظهر الشريط بالشكل هذا، ما راح يختفي. هذا فضل سمارت. هذا الأجهزة الموصلة، إذا كنت حاب تظهر الأجهزة الموصلة بالشريط أو لا. طبعا لاحظ أنه فيه هنا أسطوانة راحت قبل شوي، ما أنت تتركه علشان يكون إذا يظهر الشريط. إذا كنت ما حاب تظهر الأجهزة فممكن تختار نيفر وخلاص. أنا أختار ماونتد. بالنسبة للداش، الداش اللي هي هذه، فممكن تختار خلفية الداش. طبعا خلفية الداش زي ما تشاف في تمويه، فممكن تعطل التمويه من هنا يكون بدون تمويه. خلنا نسكر هذا. بغير برضو الافضل تستخدم سمارت، يعني حلو شكل سمارت. في الداش سايز، فممكن تستخدم النوت بوك او نت بوك عشان يصير كبير. عموما الخاصية هذه موجودة هنا ما يحتاج. بس اعتقد ان هذا بيكون بشكل افتراضي. بانل اللي هو الشريط العلوي، ممكن تستخدم هذا الشفافية، فلاحظ الشريط العلوي صار شفاف. الديسكتوب ممكن تحكم بعض الايقونات تظهر، لاحظ يعني العب على راحتك. هنا الديسكتوب لو تلاحظ افتراضيا انه في 2x2 سطح المكتب او يعني ورك سبيس، لاحظ على 2x2 ممكن تقلل او ممكن تكثر، يعني ممكن تكون 3x3 على راحتك. الفونتس ما يحتاج اشرح لك اياه، خطوط مجرد تغيير خطوط يعني ما في شيء جديد. الثيمز برضه ما في شيء جديد، وبالنهايه مجرد كريدتس اللي هي شكر للمبرمجين او الناس اللي اقترحت افكار. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.